إذن إما أن تمتدحني، تمتدح قبيلتي، تمتدح نسبي، تمتدح أرضي، تمتدح بلدي، تمتدح تربيتي، أو يا أخي فاصمت. يعني كده بالعماني، بالعماني أنا أقول لك أنت مو وازنك تتكلم عن مساوئ الآخرين. ما هو الدافع الذي يدفعك أن تستخرج مساوئي أو مساوئه أو مساوئه أو مساوئ الطرف الثالث؟ مو الوازي يعني. ليش يعني أنت مضطر أنك تستخرج عيوب الآخرين؟ لماذا؟ لماذا إذا ذكر فلان أمامك لابد أن تخرج عيوبه؟ ما هو الدافع؟ ليش فينا هذه الخصلة؟ ليش فينا هذه الشينة؟ قل خيرا أو فصمت. إما أن تمتدح جارك، تمتدح أخيك، تمتدح زميلك، تذكر محاسنه، يعني خلينا نقول محاسن أفعاله، محاسن أقواله، أو فصمت. هناك في رقيب عتيد، ما تقول عليك أنت، ترى رب العزة ما خلاك أنت عشان تسجل أفعال الآخرين. الله عز وجل أوكل الملكين أن يسجل أفعالنا، فما مطلوب منك أنك تسجل أفعال الآخرين. قل خيرا أو فصمت. إذا ما طبق هذا الحديث ستكتشف أن 90% من حالات التناحب والتباغض والتهاجر تختفي من هذه الأمة. يكفيكم أم أزيد؟ أزيدكم إلى بعد آخر أكثر دهشة من هذا. هل تعلم أن لو طبق هذا الحديث سنحافظ على عشرات الألوف من الأرواح، إن لم يكن مئات الألوف، إن لم يكن ملايين من البشر؟ هل تعرفوا بسبب تركنا لهذا الحديث، بسبب تركنا لهذا الحديث قتلوا عشرات ومئات الألوف من البشر؟ بين قوسين المسلمين، ما البشر، المسلمين. في مدخل حديث القتل لا أزيدك. هل تعلم أن لو هذا الحديث نحن طبقناه لحافظنا على عشرات المليارات، إن لم يكن مئات المليارات من الدولارات؟ إيش دخل الدولارات ومليارات الدولارات في الموضوع؟ أقول لك إيش دخلها. عندما تفتح القنوات الفضائية، عندما يفتح الباب على المصرعين لأناس يعتلون كراسي ومقاعد كهذه، منابر كهذه، لكي يحكم على المسلمين، أنت كافر، وأنت فئة كافرة، وأنت مذهب كافر، وأنت في النار وأنت في الجنة، والمفتاح عندي. عندما تفتح القنوات ويفتح المجال لأمثال هؤلاء بين قوسين وتحت مليون سطر علماء، يسميهم علماء مجازا، يسميهم علماء. عندما يفتح المجال لهؤلاء لكي يكفرون أمة محمد، يخرجون من الإسلام من يشاء ويدخل الإسلام إلى من يشاء، وكأن الإسلام حظيرة بها باب والمفتاح بيدهم. حصل لي موقف طريف في أحد المطارات الدول العربية عموما دون ذكر الدولة. انتظر الطيران فوقفت أحد الصلوات، رحت أصلي، تعرفوا عاد مسجد المطار يعني زمر، كل 5-6 جاي يصلي يطلعوا، اثنين ثلاثة يصلي يطلعوا، ما في التزام يعني مثل المساجد مثلا العادية أقصد. فجيت ودخلت، سبحان الله دخلوا معي مجموعة من الأخوة 4-5 كذا، فواحد فيهم جزاهم الله خير يعني أحسن الظن تقدم لنا، يا أنا مسافر، قالوا احنا كلنا مسافرين. فتقدمت وصليت بهم، صليت بهم، اكتشفت إن واحد من المصلين لما أنا صليت ما أكمل صلاته، يعني من نص الصلاة طلع، من منطلق أن صلاتي باطلة في نظره، خرج. بعد ما خرج أنا انتبهت، يعني بعد ما انتهيت من الصلاة انتبهت أنه خرج. الرجال ما راح يصلي، تخيلوا، خرج ينتظرني، عنده كلام يعني بغي يكلمني بعده. بعد ما خلص نصلي قال السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قال لي أنت إيش مذهبك؟ قلت له مسلم. وأنت؟ قال حتى أنا مسلم، لكن أنا قصدي صلاتك غير. قلت له حتى أنت صلاتك غير. قال أقصد أنا صلاتي صحيحة. قلت له حتى أنا صلاتي صحيحة. فضحك، قال لي كيف يعني؟ قلت له وش رأيك نتكلم عن نقاط التلاقي بينه وبينك، خلي نقاط الخلاف، أنت تعبد الله صح؟ قال أيوة. قلت له حتى أنا أصور، حتى أنا أعبد الله، أنت كم صلاة تصلي؟ قال أكيد خمس. قلت له حتى أنا أصلي خمس، وقبلة الكعبة الشريفة مثلك، ونفس القرآن اللي عندك هو اللي عندي، ونحن نصوم رمضان على فكرة 29 أو 30 يوم. ضحك، فهم ماذا أقصد، فعمل حركة يعني كذا، حضني بطريقة كأنما يريد يقول لي آسف يعني، فتقبلته طبعا. قلت له تعرف إيش نحن مشكلتنا؟ قال لي إيش؟ قلت له نبحث عن نقاط الخلاف ونترك نقاط التلاقي، هذه مصيبتنا نحن، نبحث عن نقاط الخلاف بيننا. على فكرة مش في الدين، حتى في الحياة المجتمعية، دور نقاط الخلاف اللي بينك وبين أخوك،
تبحث عن نقاط الخلاف اللي بينك وبين مسؤولك في العمل، تبحث عن نقاط الخلاف اللي بينك وبين جارك، هو كيف غير أنا كيف غير، كيف هو يلبس دشة كيف أنا ألبس دشة، كيف هو تم صورته كيف أنا تم صورتي، نبحث عن أي شيء يغيرنا ويخلفنا ويبعدنا عن بعضنا حتى في الملبس. تتفقوا معي صح ولا لا؟ نبحث عن كل شيء يعكر صفونا. ما في يا أخي، إحنا أصبحنا غريبين عجيبين، الناس تبحث عما يؤلف، إحنا نبحث عما يفرق. هذا هو البنيان المرصوص، هذا هو الجسد الواحد. أنا حسب معلوماتي البسيطة، وأنا لست عالما ولا حتى أسمو إلى طالب علم، أنا ما أستحق حتى كلمة طالب علم، ما أستحقها، لكن أنا أعرف أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلاص أنت أخوي، أنا هذا اللي أعرفه حسب معلوماتي، يعني حسب معلوماتي البسيطة المتواضعة الضعيفة، أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، اعترف بنفس كتابي، اعترف بنفس ربي، يصلي إلى نفس قبلتي، يصوم نفس شهري، يعتمر ويحج في نفس بيتي، خلاص أنا يا أخوة. ونحن لا نطالب العبادة فوق شهادة إيهما اعتقادة، فمن أتى بالجملتين قلنا إخواننا وبالحقوق قمنا. لكن للأسف غيبت اليوم عندما يأتوا هؤلاء فيعتلون هذه المنابر، ويعني يفتحوا كلاك على الباب على المصرعين، هؤلاء كفر، هؤلاء كفر، هؤلاء كفر، يوجد هناك في الخارج مجانين ومعتوهين يأخذون هذا الكلام وكأنه أسم الأسس الدين، وينطلقون من منطلقة يذبحون الناس ويعيثون في الأرض فسادا. وأسألك بالله عليك وحرك لي خيالك شوية، كم ألف روح مسلم زهقت هذا العام فقط على يد مسلمين، لكي تفهم ماذا أقصد. كم روح، كم طفل، كم امرأة، كم بريء، كم مصلي في مسجد قتل في بيت الله يصلي قتل، مسلم قتله مسلم بسبب عدم انصياعنا لقل خيرا أو فاصمت. إذن يا سيدي، إما أن تمتدح مذهبي، تمتدح ديني، استخرجوا خيرات ومزايا مذاهب بعضكم البعض، هذا هو الصح، نحن أمة واحدة. هذا يسمى اختلاف في الرأي، لا يفسد من الود قضية. هؤلاء علماء كان لديهم أسس، كان لديهم اجتهادات تحترم وتوضع على الرأس. نعم نحن أمة واحدة، قواعدنا واحدة، أسسنا واحدة. اليهود والنصارى جمعهم معتقد واحد غبي، معتقد غبي، إن ذا اليهود دخل في فلسطين عيسى ممكن ينزل، ما موجودين ما ينزل. ومن عام 67 وإلى يومكم وإلى أن يبعث الله الأرض ومن عليه، صح ولا لا؟ أمريكا في خدمة إسرائيل، بريطانيا في خدمة إسرائيل، فرنسا في خدمة إسرائيل، وفي خدمة إسرائيل، وهؤلاء نصارى وهؤلاء يهود فقط. ونحن يعني شوف نقاط التلاقي، والله لو عددناها ما بنخلص، نقاط التلاقي اللي بيننا لو عددناها ما بنخلص. فهذه مصيبة، قل خيرا أو فاصمت. إما أن تتحدث عن مذاهب الآخرين، عن دين الآخرين، عن أخلاق الآخرين، عن أحسابهم، عن أنسابهم، عن وطنهم، بما يرضيهم، بالحقيقة التي ترضيهم. لا تتهم الناس، لا تكفر الناس، لا تذكر مساوئ الآخرين، أنت لست عليهم بمسيطر، أنت لست عليهم بمسيطر. أنت من؟ أنت من في ملكوت الله؟ من ولاك؟ من أعطاك؟ من قالك أنك أنت تمسك القلم لكي تقول يوسف في الجنة، محمد في النار، يوسف معفيش، هذا مؤمن، هذا كافر، عيسى مؤمن، موسى كافر؟ أنت من؟ وإيش عندك من الدليل؟ وإيش لديك من العلم؟ من ضمن فيكم الجنة فليرفع لي يده، من ضمن فيكم الجنة لنفسه فليرفع لي يده. قبل لا تدخل الناس إلى النار أضمن الجنة لنفسك، قبل لا تدخل الناس إلى النار أضمن الجنة لنفسك.